ما هو الشرط الأول من شروط الصلاة؟ نعم نعم يا شيخ. يا صلاة مسفرتوش قطر أنت ماني نوم الإسلام. نعم الإسلام سلمتنا ما يزن بروم الفطرة. سبحان الله، لا يصلي للمسلم أصلا، صح أو لا؟ نعم مجمّر يا لمسلم صلاة ماذا قلت؟ لا يصلي للمسلم أصلا، الكافر لا يصلي. أهل مسلم مجمّر من سجاجر للناس. لماذا العلماء يذكر في كل عبادة، كل عبادة فيها هذا الشرط الإسلام؟ لماذا؟ من يوم عبادة بستفيت علماء تسلم الناني قدران لا من دنوهين مقدرون شروط في شروط الصلاة الإسلام، في شروط الوضوء الإسلام، في شروط الزكاة الإسلام، في شروط الحج الإسلام، الصيام الإسلام، الوضوء الإسلام، العمر الحج الإسلام. لماذا؟ بمن يوم عبادة مسفرت سقطرو اسلم الناني أسقطر هطوم ملي اسلم النا تحج ملي اسلم النا تصلاة ملي اسلم النا توضو ملي اسلم النا لا من دنو لا يصلي للمسلم أصلا مجمّر يا مسلم يا أخوان سوى يسجد منا لأنه قد يصلي من يسب الرب سبحانه وتعالى صلاة باطلة الله أن يسادر سوى يتسادر يسجد منا إيه سوى صلاة بالشروط يصلي من يذبح للقبور صلاة باطلة لك أبر يمياد يسجد إيه سوى يسجد صلاة يتبلع الشنو حتى يتوب استني من الاستفاد إذن هذا أهم شرط إيه يا شرط تلقوا عند القاديو إسلامي نعم